السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درت لكم حلوى اقتصادية سهلة جدا سريعة، حلوى صبرا شراش أو المبروشة، يحبوها حلوى الجماهير حموبة بالقهوة، يعني حلوى تاع الجزائرية الأصلية تاعنا، فوالا يعني حمرا لي جات يعني هايلة من الفوق من تحت، يعني جات بيان دوغي. شوفوا كيفاش طابت، يعني ما تخليوهاش فقط في الفرن، بزاف عسوها باش تحت لكم، ومن فوق تاني عسوها باك لاكونفيتور تحت لكم، لازم تجي هكذا طرية. هذه هي حلوة البروشة. إذا نخليكم في طبق أو تحلية مع البايج. إلى اللقاء في فرصة أخرى. إلى اللقاء. السلام عليكم. هذا هو الطبق، يعني اللقاء فرق الحلو من الفرن. لوق نقطع لكم ونرجع لكم في طبق التقديم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناتي حلويات وأطباق ليمن، نتمنى لكم خير. قبل ما نبدا الفيديو فقط ما تنسونيش في اللايك، من فضلكم لايك ليرفع الفيديو من فضلكم، وابوني في قناتي باش هكذا تعم الفايده والاشتراك والدعم. اليوم نقدم لكم هذه الحلوه الاقتصاديه سهله السريعه جدا، يعني يحب شكون ما يحبهاش، حق حلوه المبروشة ولا صب رشراش، يعني مليحه بالقهوه كافيه هكذا. نتمنى تنال اعجابكم. هكذا مليحه هي لا كونفيتور. فوالا، اذا الى اللقاء في وصفه او تحليه او طبق ما لاباليش. الى اللقاء. اذا واش نحتاجو في هذا المقادير؟ نحتاجو 500 غرام من لافارين، 500 غرام من لافارين بيان سور، دوك نجوزها في الصفايا. نحتاج كيس تاع بيكين باودر خميره كيميائيه، نحتاج فاني، نحتاج كاس ناقص اصبع نقص 4 من السكر كريستاليزي، يعني السكر العادي. نحتاج كاس نقص 4 ثاني من الزيت النباتي، عفوا لهنا نحتاج 6 بيضات صغار، ولا عندك كبار ديري 5 بيضات. اوكي، هذا واش نحتاج فقط للمقادير، ومن بعد نروحوا للتزيين. اذا واش نديروا؟ نجيبوا البيض تاعنا. اذا انا نكسر البيض تاعي، نحتاجوا يعني 6 بيضات اونتي. بسم الله الرحمن الرحيم، كاملين كوبير. نزيد ان باسي دو سيل، هكذا رشه فقط تاع الملح، عبالكم الملح يعطي واحد ذوق في الحلوه تاعنا. فوالا رشه فقط. اذا انا واش نجيب؟ نجيب الفوي تاعي، الخلاط اليدوي تاعي. بسم الله. اذا انا نخلط تخي بيان البيض، وهذا هو سر نجاح الحلوى تاعكم. انا نخلطها حتى يولي لي البيض، يعني حتى يولي يعني يبيض لي المجيش تاعي. اذا نخلطها تخي، شوفوا حتى يعني تولي هاد الفقاعات تبان. اذا واش نزيد هنا؟ السكر عندي كاس، قلت لكم ناقص 4. شوفوا كيفاش نديرو بالتدريج، وانا نخلط بالخلاط اليدوي تاعي. شوفوا نديرو بالتدريج ونخلط. شوفوا طريقه التحضير. ندير الكميه كامل ونخلط حتى يدوبلي السكر في البيض، ونعاود نرجع لكم. اذا لوقا بعد ما ذوبت السكر في البيض، لوقا واش نجيب؟ الزيت الثاني. لهنا عندي زيت كما قلت لكم، راني نعاود في زانغريديون ناقص 4. اذا ندير ثاني الزيت ثاني بالتدريج، ونخلط بالخلاط اليدوي بالفوي تاعي. حتى نخلص الكميه كامل. يجي ميلونج. اذا نخلط خبيه الزيت والسكر ونرجع لكم. اوكي، اذا هنا باش ننسم الخليط تاعي، ندير شويه تاع لافاني. ماذا بكم ديروا هذه النوعيه ولا ما عندكمش؟ ديروا هذوك لافاني ليكيد، ولا ما عندكمش خلاص ديروا هذيك الساشي. اذا انا ندير يعني هكذا كميه معتبره من لافاني باش هكذا ننسم الحلوه تاعي. هكذا سمي سيفي كوم سا مليحه. اذا نخلط الفوي لافاني تاعي، نخليها كامل
ونرجع لكم. اذا طلق نرجع لافارين تاعي دقيق، نروح نرجع لافارين. اذا لافارين نقول لكم كيفاش الخليط هذا، يعني كيفاش نتحصلوا على هذا الخليط. حاجة الاولى لازم ندوزوا في الصفايا هكذا في المنخل هكذا، باش يعني ما تحسوش على لي غومو هذيك تاع، باش ما تحسوش على هذيك الحبيبات تاع الفارين بيان سور، باش الخليط يولي ناعم. هكذا فوق هاد الفارين ندير كيس تاع البيكين باودر تاع 10 غرام. اذا نجوزها ثاني في الصفايه هكذا تري بيان. اذا ونحرك، يعني هاد الدفعه الاولى نحركها تري بيان، ندخل الفارين في الخليط تاعي كامل. اخذي راحتك، لازم تاخذي راحتك حتى ندخلوا كامل الفارين في الخليط. هاد الحلوه صدقوني هايله، يحبوها كامل، يقولوا لها محبوبه الجماهير، مليحه في القهوه. لهنا ولا تحبي ديري لافاني، ولا عندك قشور الليمون ديري قشور الليمون الاخضر، يعني هذاك الليمون الاخضر مليح ينسب واحد الحلوه تاعك. انا ما عنديش اليوم لو زيت سيترون، درت له لافاني معليش. اذا نرجع لكم. اذا نزيد لافارين تاعي، نقول لكم كيفاش نسحق انا القوام تاعي تاع هذا الخليط، ونقول لكم شحال داتي من لافارين. نطلق نقول لكم شحال، كاين لافارين تشرب، كاين لافارين ما تشربش، كاين انواع وانواع من الدقيق. اذا هكذا نجوزو باش في الصفايا، باش يعني يعني نضمن ان لافارين تاعي راهي غربلتها تري تري بيان، وتعطي لي يعني نتيجه اولا اروع. ندخلها كامل هكذا، ومن بعد نستعمل اليد مادام الخليط راهو جاري، نستعمل الفوي ابخي نستعمل اليد. تبعوني فقط بالخطوات خاصة المبتدئات. شوفوا بدا الخليط راهو يثقال، اذا نلق نرجع لكم. اذا هنا شوفوا انا زدت له يعني الكميه اللي عندي لهنا زدت لها، يعني انا درت لي حوالي هكذاك حوالي 400 غرام، درت لي حوالي 400 غرام من لافارين. شوفوا كيفاش القوام تاع كيفاش نحب نحصلوا على هذا الخليط هكذا. شوفوا نخلطوا بالفوي هكذا، نديروا هذه العمليه هكذا كامل، ندخلوا تري بيان لافارين في الخليط. حلوه اقتصاديه سهله سريعه، نتمنى تجربوها وتودوا لي الاخبار الاخبار يعني في لي كومونتير. تري بيان. شوفوا انا لهنا مازال الخليط جاري، دونك نزيد لكن نزيد بتدريجه، بالك فقط انا دلق خلاص نخلطها جوزها في الصفايا. اذا نزيد بالتدريج هنا باش ما تغبنكمش لافارين، ونشوف. اذا حركها تري بيان، دخل لافارين ونشوف القوام. عاد نقول لكم القوام اللي نحوس عليه انايا في هذا الحلوه في هذا الكاطو هذا، نخلطها هكذا ونرجع لكم. اذا لهنا دات لي كامل، شوفوا القوام اللي تحصل عليه، دات لي كامل 500 غرام. شوفوا كيلو دات لي 500 غرام، نصف تاع الساشي. فوالا هذه النوعيه، هذه كي قلت لكم النوعيه اللي تستعملوها. انا عاد نعطي لكم المقادير يعني بكل اسرارها باش تنجح لكم هذا يعني الحلوه باذن الله، ونرجع لكم. شوفوا لهنا القوام كيفاش نحتاجوا هذه الحلوه، شوفوا تجي إلاستيك، هذا هو القوام اللي نحتاجوها في هذه الحلوه، تجي هكذا إلاستيك. ما نزيدو الفرينه ما نقصو، لو كان نزيدو الفرينه الحلوه تجيكم نبسه، لو كان تنقصو الحلوه تجي جاريه وما تنجحشكمش الحلوه. هكذا هو لازم يعني تاخذوا يعني المقادير بعين الاعتبار.
اذا انا نخليها في جهه نعاود نرجع لكم في دقائق ان شاء الله. لقا واش ندير، نجيب هكذا لاسيت نحي كميه من هذا الخليط نحتاجه. اذا نحي هذه الكميه هكذا كميه صغيره حوالي هكذا 2 à 3 cuillères نحتاجوه باش ندير نبرش فيه الحلوه تاعي هكذا. سي بون سي بون. اذا دوكا جبنا لا كونتيتي هذه نحتاجو غا واش نديرو. اذا نتوما تسالوا علاش نحيت هذه الكميه، اذا نحيتها باش ندير شويه على الفارين، اذا نجوزها في الصفايه. اذا نجيب لا كونتيتي هكذا نزيد لها هذه الكميه، انا نحتاجها قاصحه بيان، ما نحتاجهاش كيما الاولى جاريه هكذا. وعلاش يسموها يعني حلوه تاع المبروشه، باش كي نديروها من فوق تخرج لنا هذيك القوام اللي نحتاجوها. اذا نجيبوها كامل هكذا باش تكمل كذا ونتحصلوا على كوب. اذا نجمعها كامل بلا فارين كامل، ندخلها كامل، ندخل لا فارين بلا بات كامل حتى نتحصل على عجينه ماسكه بيان روحها هكذاك، باش نقدر ندير الكاكاش تاعي الحلوه تاعي. اذا انا نكمل نديرها ونعاود نرجع لكم في دقائق. اذا هنا فقط زدت لها شويه تاع لا فارين وهكذا نعج، ماشي نعجنها يعني نجمعها فقط هكذا، لان الحلوه تاعنا ما تجمعش كما على بالكم. نجمعها هكذا في الطاوله، شوفوا كيفاش لاباط نسحقوها، شوفوا كيفاش، شوفوا لها ها نسحقها هكذا بهذا القوام تكون قاصحه، شفتوا كيفاش. اذا نخليها بين جهه ونعاود نرجع لكم. اوكي جبت البلاطو تاعي تاع الفوق، اذا ندير الزيت هكذا نزل ندهن البلاطو تاعي هكذا، نجيب بانسو ندهنها تخي بيان في لي كوتي. لهنا ولا عندك بابي كويسون ديري بابي كويسون، انا ندهنها فقط هكذا شويه تاع الزيت باش ما تلصقنيش. فوالا ندهنها كامل. اذا بعد ما دهنت البلاطو تاعي بالزيت واش ندير، لو نسكب الخليط تاعي كامل في البلاطو تاعي. بسم الله شوفوا كيفاش يجي الخليط، يجي في هذا القوام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ما عنديش لاسباتول تاع نجمعها، دوكا نجمعها كامل. اذا بعد ما خلطت هاد الوقت نوريكم واحد لاستيس، لقا شوفوا هاد لاباط تلاصق، انا نحبو هكذا تلاصقه. واش ندير، اذا ندير يدي هكذا في الزيت ها نوريكم واحد لاستيس هكذا، ونروحو هكذا باش يعني نمشيو لاباط تاعنا كامل في البلاطو هكذا، ما تسقلكمش لاباط تاعكم الخليط تاعكم ما تسقلش. لهنا ملاحظه ثانيه صغيره، لازم تروحوا وديروا كامل البلاطو تاعكم في نفس لاباط تاعكم بلوتو عفوا في نفس يعني المستوى، ما ديروش يعني واحد الجهه غليظه واحد الجهه رقيقه باش تجي في مستوى واحد. نمشيها كامل هكذا من داك، ديروا هكذا الزيت في يديكم لانها تلاصق. هذه هي هذه الحلوه باش تكون عالية ولا ما تلاصقش يعني، ما هذه حلوه ما تحكيش يعني، هذه الاسرار من اسرار النجاح. اذا انا نمشيها كامل هكذا ونعاود نرجع لكم. اذا هنا شوفوا كيفاش نديرها، لازم تمشيها كامل هكذا في الاصابع هكذا باش تجي على اتجاه واحد، شوفوا هكذا تروحي وتمشيها وتمشي تروحي وتمشي يديك الاصابع تاعك هكذا، وفي الوسط الثاني لازم تكون على حافه واحده هكذا. بيان سور عندها خميره، واحد الخميره لازم تطلع لنا شويه بيان سور، كي نحبها رقيقه كي نحبها شغليها، تحبي غليظه ديريها ديري دو ساشي تاع لافيغ، تحبيها رقيقه ديريها ان ساشي، انا درت ان ساشي ديري شويه شويه كما تحبي. الخميره لهنا وذوق تاعك كيفاش تحبي الحلوه تاعك. اذا سي بون هنا راني راتيتها تخي بيان في البلاطو تاعي. لهنا الفوق تاعي راني شعلتو قبل ما نبدا الخدمه كامل، شعلتو 180 درجه 180 درجه شعلتو من التحت. ندير البلاطو تاعي في الوسط حتى طيب لي، نشوف الجوانب حمارو بعد نطيبها فوق. قبل هذا مازال ما خلصتش الخدمه، نرجع عندكم ديكو.
دلوقعوا واش نديرو لحقنا المرحله تاع لا كونفيتور، مرحله تزيين الكونفيتور تاع المشمش. تحبي ديري تاع الفراوله، تحبي ديري تاع انا نحب تاع المشمش. اذا لهنا نجيب لا كونفيتور تاعي، اذا نسكب لا كونفيتور في الخليط تاعي كامل. بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا كامل تري بيان. اذا واش ندير؟ نمشيها كامل هكذا. هنا فقط ملاحظه، ما توصلوش لا كونفيتور حتى لي بور تاع البلاطو تاعكم، سينو كي يطيب لنا من الفوق راه يتحرق لكم لا كونفيتور تنحرق. اذا شوفوا لي كيفاش ندير. اذا نديرها كامل لان هاد لا كونفيتور خفيفه، ماشي هذيك ثقيله. نديرها كامل تجي سوا سوا، تجي مليحه. اذا انا نسويها كامل هكذا، نمشيها تري بيان البلاطو تاعي. شوفوا انا ما نلحقش حتى لي بور هكذا، ونحبس. شوفوا من هنا ونحبس تري بيان. اذا نسويها كامل ونرجع لكم بعد لحظات. اوكي، اذا لهنا بعد ما خلصتها شوفوا سويتها كامل بلا كونفيتور. لهنا كيما تلاحظوا ما توشيش لي بور، خليوها هكذا ما ديروهاش لا كونفيتور تحرق لكم كما قلت لكم في السابق. اذا لهنا سيوا خلصت لا كونفيتور تاعي. دوكا واش ندير المرحله الاخيره؟ واش ندير؟ نحكي الورقه تاعي هذه اللي حطيتها معكم. واش ندير؟ نجيب السكرفاج تاعي. هنا عندك سكرفاج تحبي ديريها، ومع ندير لكم تحبي ديري خطوط، تحبي كيما تحبي، مع ندير لكم اشكال واشكال. انا نحب ندير لكم يعني كيفاش وعلاش يسموها المبروشه ولا صبره شراش ولا المبروشه، يعني في هذا يعني الاسم تاع المبروشه. شوفوا وقال انا ندير لها هكذا كامل. تحبوا تضربوها هكذا في الطول، ضربوها هكذا باش يعني تخرج لك هكذا يعني جميله جد. تمشيها كامل في البلاطو، لا ديريها هكذا وتمشي هكذا. هذا هو المبروشه، هذا هو الحلوه المبروشه، هذا هو سر المبروشه. وقلت لكم كاين انواع في راسي، مع بعد نديرها لكم ان شاء الله وحده وحده برك. فوالا حلوه تقليديه تاعنا هي تاع زمان، يعني ما نقدروش نستغناو عنها، تاع جزائريه اصليه تاعنا. اذا ضربوها هكذا على السريع هكذا. لازم نعمروها كامل، لازم نخلص لاباط تاعي هذه. اذا انا نعمرها كامل نعاود نرجع لكم. فقط ما تنساونيش ابوني وحلويات واطباق ليمن. اوكي فوالا حبيباتي، لقى بعد ما درت لها برشتها كامل شكرشتها تري بيان، نديرها في الفوق كما قلت لكم طيب لي، نعاود نرجع لكم هكذاك 20 مينوت 25 مينوت نخرجوها. كي طيب من تحت نطيبها ثاني حتى لهنا، فقط كي تبلوها من تحت فالم فوق ما تخلوهاش بزاف، لان لو كان تحرق لكم لا كونفيتور تولي يابسه. خليوها هكذاك واحد يا ربي واحد 5-10 دقائق، مي با 8 دقائق نحيوها باش تاكلوها طريه. وهذه هي حلوه المبروشه. اوكي، تلقاو في طبق التقديم، ما تنساونيش. الى اللقاء.